الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التفكير والتغيير. نرحب بضيف البرنامج الباحث والمفكر الإسلامي الدكتور محمد شحرور. مرحبا دكتور. يا بيت أهلا وسهلا. أيها الأخوة المشاهدون، حلقتنا حول الشاهد والشهيد والشهادة، وقد ورد تصريف هذا اللفظ في القرآن الكريم مرات عديدة. وأذكر ببعض الآيات التي تقول: وشهد شاهد والله خير الشاهدين وليشهد عذابهما أم كنتم شهداء. تارة نراها في الجمع شاهدين والله خير الشاهدين، وتارة نراها شهداء. هذا الأمر استلفت نظر الدكتور محمد شحرور في قراءته المعاصرة، فميز بين الشاهد والشهيد. إذن هما ليس بمعنى واحد، الشاهد ليس هو الشهيد. نعم. ما هو الشاهد؟ ما هو الشهيد؟ من هنا نبدأ دكتور. الشهيد والشاهد اسمان مفردان مختلفان في الاشتقاق من أصل واحد، هو فعل شهيدة. فشهد إما شهادة شهيد أو شهادة شاهد، ولكن التنزيل الحكيم أعطانا آيات فرق بالضبط بين الشهيد والشاهد. في التنزيل الحكيم فرق واضح بينهم: حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. أبصارهم. نعم. أبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. إذن الشهادة عبارة عن معرفة، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، تقديم معرفة عن طريق الحواس. يعني بده يكون الشهيد سميع بصير، موجود في الحادثة نفسها. هاي واحدة. الشهيد أم الشاهد؟ لا، الشهيد. الشهيد يعني بده يكون بالحادثة سميع بصير، بده يكون بالحادثة ويقدم شهادته، أنه أنا شهدت كذا وكذا وشهدت على كذا وكذا وكذا. والشهيد لا يمكن أن يطلق عليه لقب شهيد إلا إذا هو على قيد الحياة. الشهيد والشهادة ليس لهما علاقة بالموت والقتل إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد. في التنزيل الحكيم ما في شيء اسمه قتل وشهادة، بتعرض لك يا كله. كما أن هناك لا يوجد فتنة ومرأة في التنزيل الحكيم، في التنزيل الحكيم لا علاقة، أي علاقة بين قتل واستشهد، العلاقة غير موجودة. إذن هذا الاقتران غير موجود في التنزيل الحكيم، غير موجود. أن الشهيد كما نستخدمه اليوم هو الذي يقتل في سبيل الله. الشهيد لا يمكن أن نطلق عليه لقب شهيد إلا إذا كان على قيد الحياة، وذلك الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. النبي أخذ لقب النبوة بعد ما توفى؟ لا بالطبع، وهو حي. والصديقين بعد ما توفوا؟ صدقوه وهو حي. والشهيد هو طيب يأخذ لقب شهيد، والصالحين شهيد. معناته كل هذه الألقاب تؤخذ وهو إن الإنسان على قيد بحياته، انتهى بوفاته، انتهى كل شيء. أول اعتراض للتوضيح، هناك ألفاظ كثيرة كنت تقول عنها أنها تحتمل أكثر من معنى. رح أقول لك لا، لأنه القتال في التنزيل ذكر، بس ما ذكرت معه الشهادة، لأنه أنت الربط بين الشهادة والقتال. بالتنزيل يوجد قتال، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وين استشهد وين شهد؟ كلفظة فعل كصيغة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل. إطلاقا يعني كلمة شهد أو شهيد مع موت أو قتل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنه لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. أنا اللي أريد أعرف كيف ربط بين الموت والقتل والشهادة. الشهيد له علاقة تانية. الشهيد يمكن أن يموت ويمكن أن يبقى على قيد الحياة وهو شهيد. هلا بقى برشح لك اياها. نعم، لكن قبل ذلك دكتور للحظة، هذا لا ينقص من قيمة الذين قتلوا في سبيل الله. إنما هناك خطأ شائع، ما تريد قوله أنا أشرح قولك. هناك خطأ شائع أننا نستخدم كلمة شهيد لمن يقتل في سبيل الله. هذا خطأ. يمكن إنسان أن يقتل في سبيل الله، ما له علاقة الشهادة. يعني ليش أنت عم تقول أنه هل يقتل شهيد؟
طيب هل القتل له في سبيل الله؟ اولا الله بيعرفه، له مقامه، له مقامه، نحن لا نخبط احد مقامه، لكن رب العالمين قال لك الذين قتلوا في سبيل الله لا تحسبن الذين قتلوا في أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولم يسميه شهيدا ببساطة. هلا والله على كل شيء شهيد، كيف بدك تفهمه؟ قطعنا الله هو الحي الباقي. كيف طبعا يعني؟ الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، عم يحكي آية المداينة هي. نعم. أول شيء بيقول لك واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يجب أن يكونا أحياء أو حيين. استشهد يعني اطلبهم يموتوا يعني. يا رب طبعا. والله استشهد فلان يعني مات. لا المعنى والله. اطلبهم للشهادة بس. نعم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. الشهداء. لاحظ كلمة شهداء هون. جمع شهيد يعني هدول الشهداء ما أجوا من مقابر الشهداء. لا بالتأكيد. يعني لا تكون واضحة يعني. نعم. أن تضل فتذكر إحداهم لا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. شوف كم مرة ذكروا. الشهداء. ولا يضار كاتب ولا شهيد. ولا شهيد ايضا مرة رابعة. هدول الشهيد هو شهيد عقد بيع. هذا الشهيدون. ها. الشهيد عقد بيع. مو اكتار او عقد غيره. نعم. بس شو كان? حاضر. الحضور شرط الشهادة. طبعا. سميعهم بصير. فتحيت? واضح. سميعهم بصير. قال لك هو شهيد عليه سوهم وابصر. الان الشاهد هو من فعل شهيدة. ولكن له معنى آخر مرتبط بالمعرفة، ولكنه ليس سمعية بصرية، ليست حضورية. أول ما يتبادر الأذهان الشاهد غير الشهيد. هلا رح أقول لك الفرق. ما هو الفرق؟ حصل يوسف وامرأة العزيز اختلوا وغلقت الأبواب، كانت هي وياه لوحدهم. بعد ما انفتحت الأمور شو قال؟ وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبرين وإن كان قميصه قد من قبلين. هذا قدم خبرة ولا كان موجود خبرة؟ إذن الشاهد خبير، عليم خبير. وضحيت؟ أنت بتستدعي واحد وخبير بالخط. طيب للتوضيح، ليس بالضرورة أن يكون حاضرا لكنه بالضبط. خبير بهذه الحادثة بالضبط. أو هذه القضية. الشاهد عليم خبير والشهيد سميع بصير. هلا انتبه، وقت بيقول رب العالمين والله على كل شيء شهيد، قال كل شيء، عم يحكي على شيء شهيد. اما وقت قال واكتبنا مع الشاهدين وانا خير الشاهدين وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وقلنا لحكمهم شاهدين، قال له انا شهيد على كل شيء، بس حكمهم هو عباره عن امر قرار سمي، انا خبير عليم، لانه هذا مو شيء. نعم. وضحيت. نعم. هذا مو شيء. نعم. وضحيت. ليس من عالم الأشياء، هم من عالم الأشياء. بعالم المجردات. بعالم المجردات. وده سبب لك خبرة يحتاج إلى. يعني 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 الكافر، الكافر من شكله بتعرفه. ما كان الكافرين أن يعبروا مشاهد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، لأن الكفر مو شيء. شيء حتى يكون شاهد. نعم. عليه. أما العقد شيء أمامك صار عقد. هلا بعد ما تفرجي العقد لقاضي او بكاتب العدل بيكون ما حضران هو، ها بيطلع بيقول لك هي هون غلط هون صح صلح هي كذا، حط خبرته وبيكتب لك شهد، هو شاهد. وضح تماما. وضحت الفرق. نعم. اللي حضرت ولسبب هون وقت عم يحكي على عقد تحرير ما بده رجل وامرأة تاني، لانه ما في بالعقد التحريري المدود ما في انسات احكام ما تذكروا احداهم الاخر، شو بدها تنسى؟ مخيط مدون كل شيء. بيسالها القاضي انه هذا توقيعك ولا لا؟ كيف يكون اذا هذه اذا فحال فقط في البيع الشفهي اذا ما في اي تدوين فاكتبوه اذا تدين اي تكتبوه هون اكتبوه، شو اكتبوه يعني؟ اكتبوه يعني بندو انه حط هي اولا ثانيا انا البايع انا الشاري، بس اذا كان هذا مدون، إذا كان هذا مدون ما في واحد يذكر الثاني فيه. هي أطول آية في القرآن الكريم. نعم. وتشمل أكثر من حالة، فإن أمين بعضكم بعضا. نعم. إلى آخره. طيب ماشي. رب النبي عليه الصلاة والسلام هل صعد إلى السماء وقعد مع الله وشافه أنه واحد؟
إن والله أنا بعرفه رحت لعنده ورحت هو واحد لقيته هيك شيء. لا هذه شهادة. يعني هل نحن نشهد بأن لا إله إلا الله شهادة شاهد أم شهادة شيء؟ نقول شهادة رؤية أم خبرة. أنا هذا السؤال أنا عم بستعمل المصحف. نعم. نحن نشهد بأن لا إله إلا الله شهادة شاهد أم شهادة شهيد؟ شهادة شاهد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. بضحيت ومبشرا ونذيرا. قال له ليش؟ قال له إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلي فرعون رسولا. ربنا آمنا بما أنزلت آمنا عميك على مجرد واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. مع الشاهدين. شوف قديش الفرق دقيق. ليس مع الشهداء. لا مع الشاهدين. مع الشاهدين. وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. إذا كان شهداء بدهم يشهدوا المسجد نفسه كمادة أو شاهدين على أنفسهم بالكفر. يعني الكفر مجرد مفهوم مجرد. نعم. مو شيء. شو فإذا بتأخذ وبتستعرض هذه الأمور بتلاقي الفرق واضح بين الشاهد والشهيد، وبالتالي الشهيد ليس له أي علاقة بالحرب وبالموت وبالقتل، ما له علاقة. الآن من هم؟ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. لا اتركي المعارك بقى على طرف. المعارك الله الآن انتهت الحياة قتلوا في سبيل الله على رأسي أحياء كله مكرمين كل شيء ما قلنا لا بس مو شهداء. مشهد من الآخرة في آخر سورة الزمر. نعم. ليش حط النبيين والشهداء هون؟ أنه شهداء هدول حط شهداء هدول هل زمرتهم مع مين؟ مع النبيين. بس اثنين حط النبيين والشهداء. فرقنا نحن بين النبأ والخبر ولا لا؟ طبعا. النبي شو هو؟ النبي هو من اعطى غيبيات. نعم. هذا النبي. طيب مين بيجي بعده مباشرة؟ قال له الطبيعة كلها كانت غيبيات عن الناس. نريد ان نقترب نقرب الغيب الى شهادة. كيف؟ نحول الغيب الى شهادة ونشهد. ابن الهيثم شو سوى؟ له علاقة بالعلوم بالنظر. كان في شيء غيبي على الناس شهيده وقدم شهادته، يعني كتبه وقدمه. هذا اللي بده يجي مع النبي. في ابداعاته حول اكتشف شيء غيبي على الناس. نعم. وقدمه شهيده. بده يأدي شهادة. اذا ما أدى شهادة لا بده يأدي. لا يكفي ان يعلم هو. لا ويشهد. لا قال لك شهد عليهم يعني بده يشهد. بده يشهد. اذا ما ادى شهاده مو شهيد. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا يضر كاتب ولا شهيد. ولا شهيد. غير ابن الهيثم ربما معلوم لدى لا 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 معلوم. لا لا تقصد من ابدعوا شيئا للانسانيه. من اكتشف شيئا للانسانيه غيبيا وقدمه للانسانيا فهو بيجي بعد النبي مباشرة. لأنه النبي عم يعطي غيبيات هو عم يعطي غيبيات. وضحت الفرق بين ليش حطوا معهم؟ وضحت ولكن أكاد ألمس إلى أين ستقود هذه الفكرة. لا تقود أنه الشهداء من كل أهل الأرض موجودين. يعني أنت نعم نعم. أنت عزلت الاعتقاد والدين والعمل ولا هو ذكر الشهداء. الشهداء الشهداء وما قال غير هيك. وأنت في قراءتك جيء بالنبيين. نعم. والشهداء هكذا تفهمها. نعم. وفق قراءتك المعاصرة. نعم. ابن النفيس كان غيب الدورة الدموية. اكتشف الدورة الدموية وقدم إلى الناس فهو مع الشهداء. هو من الشهداء مع النبيين. يعني رب العالمين أنا أقول لك باستور عرفتوا. نعم 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 نعم. الجراثيم ما كانوا غيب عن الناس. لويس باستور. نعم كانوا غيب عن الناس. نعم وروبرت كوخ كانوا غيب على الناس. كان غيب عن شو الناس. شو سوى هو؟ قانون معين له علاقة بالمرض والجراثيم اكتشفوا. نعم والسلي كوخ اكتشفوا وقدم شهادته. انتبه تنتين اكتشفوا وقدم شهادته بصرف النظر عن عقيدته. اطلاق هذا شهيد من المسلمين وغير هذا المسلمين. هذا شهيد. نعم هذا شهيد. ولكن احيانا الانسان هي اعطيك بقى من شهادة كل مين اكتشف اشياء غيبية على الناس وقدمها للانسانية فهو من الشهداء. حتى من اكتشف طريقة التفجير النووي ماري كوري. ماري كوري هي ما هي اكتشفت انه في الراديوم موضوع الراديوم ايه
اكتشف التفجير النووي في له تطبيق شيطاني وتطبيق رحماني تمام، ودمرت فيها مدن كامله. هل عم يتبقى وهل اكتشف التفجير النووي قدم قال لهم هذا بيضر الناس؟ هو نفسه قدم انتبهوا، بس قدم شهادته وقال له انه فيها جانب مضري وفيها جانب غير مضر. نعم، مع غرابه الفكره سنستمع. الشهداء هم مع النبيين الذين قدموا غيبيات وشهدوا بها. ألكسندر فليمينغ البنسلين شاف البنسلين موجود في الطبيعة، نعم، كان غيبا على الناس، نعم، فكشفه وقدمه إلى الناس فهو من الشهداء. اللي حسب الآية شهداء من كل أهل الأرض، من اكتشف زي الأنبياء، من اكتشف غيبا على الناس وشهد به وقدمه للناس فهو بيجي بدرجة مباشرة بعد النبيين ويحشر معهم. نعم، سنتابع وسأؤجل مداخلة قصيرة بهذا الموضوع. أعزائي المشاهدين، نذهب إلى فاصل ثم نعود إلى حوارنا مع الدكتور محمد شهرور. أعزائي المشاهدين، عودة إلى موضوعنا الشاهد والشهيد والفرق بينهما. دكتور، قدمت قبل الفاصل أن الشهداء هم من اكتشفوا غيبا ثم شهدوا عليه أو قدموه إلى البشرية، وبصرف النظر عن بذكري مع النبيين، ذكروا مع النبيين، وهذا مدعاة إلى أن أؤكد على هذه المداخلة. الآن سيدور في أذهان كثير من الناس آيات كثيرة في القرآن الكريم تصف الذين كفروا أعمالهم كسراب اشتدت به الريح في يوم عاصف، والذين تذهب أعمالهم هباء، وربط القرآن الكريم بين العمل الصالح وبين الإيمان بالله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لو افترضنا أن هذه الأعمال، أنا الآن لا أدقق لفظة شهيد، أقول هؤلاء المكتشفون المخترعون، ولا أتكلم بوجهة نظري الخاصة، أتكلم ربما بوجهة نظر كثير من الناس، هؤلاء أنت تجعلهم يحشرون مع النبيين بصرف النظر عن معتقدهم، سلوكهم، توحيدهم أم إشراكهم، بصرف النظر عن كل هذه الأمور، يعني كيف تستريح لمثل هذه الفكرة؟ لأنه رب أنا قناعتهم برب العالمين ما أدري فيها، يعني اولا حتى ينحشروا مع النبيين مو شرط يقتنعوا انه نحن مؤمنين بالله، مثلا ايها الناس مثل ما انتم مثلا في المدينه الفلانيه مؤمنين بالله، مو شرط يعلنوا هيك، بس ايمانهم بالله وتوحيدهم لله مو شرط يشبه ايمان الناس اللي عم يقولوا انه هذول مو كويسين او الى اخره، مو شرط اطلاقا. بس هؤلاء ليسوا مع الذين، إذا كانوا شهداء ليسوا مع الذين أعمالهم كسراب بقيعة، يعني بالضرورة أعمالهم مو هيك كسراب بقيعة، يعني كل واحد اكتشف شيء وقدمه للإنسانية وخدم الإنسانية فيه، أنت أعمالك كسراب بقيعة لأنه مالك من أتباع الرسالة المحمدية. لا، أقول له لا، مو صحيح الكلام إطلاقا. أنا هذا من أتباع الله. إيه، هناك آية واضحة يعني بمعنى آخر تقول فأما الزبد فيذهب جفان، وأما ما ينفع الناس أنا أفترض أنه ينفع الناس، نعم، ونفع الناس، نعم، وقد نفع الناس، ولكن أنا أسألك أليس ذلك مربوطا بالإيمان بالله؟ يعني أليس شرطا مربوطا بالإيمان لله؟ صح، بس مو بالإيمان بالله بالطريقة اللي أنا بديها. نعم، وضحيح. الآن وصل الجواب. يعني مو بالطريقة اللي بدي إياها مثلا واحد عايش في الرياض، لأنك وضعتهم مع النبيين، يعني قضية ليست سهلة. مو أنا الشهداء، مو أنا بمفهوم هدول الشهداء، مو هل يتلو كمان تبي مين النين؟ هذه انتهينا منها. الذين شهدوا على رسالات الأنبياء، لماذا لا يكون كذلك؟ يعني اللي كانوا مع الأنبياء إذا كان شهدوا، نعم، وبس وليكن إيه؟ نعم، اللي كانوا شهدوا رسالة الأنبياء مين منهم ماتوا كافرين؟ لا، الذين صدقوا الرسالة والذين
صدقوا هلا من لك لم يقل الحواريون ونحن له مسلمون ببن ثاني رح اقول لك شو لانك قال لك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في صديقين وفي شهداء كمان هذيك هلا رح اجيها نعم تفضل هلا الايمان بالله واليوم الاخر والعمل الصالح هذا الدخول الى الاسلام ولكن الايمان بالله مو بالطريقه اللي انا بدي اياها رب العالمين بالايمان به وقت بيكون مؤمن بالله رب العالمين هو بيعرف الله يحكم بينهم يحكم بينهم نعم. يوم القيامه فانا ما بحكم. انا بحكم عليه انه هذا الانسان كان في شيء غيبي اكتشفه وقدمه اثنين نعم الاحياء الان في هناك شهداء الرأي معظم الصحفيين بالعالم شهداء معظم الصحفيين شهداء الرأي الأحياء كله أحياء نعم هلا صحفي راح عم يصور معركة هذا شهيد المعركة هو طيب إذا كان خبى هالصور وكذا وركزها هذا ما له علاقة بعدها إذا قدم للناس شهيد على الحادث شهيد عليها فهو شهيد اثنين هؤلاء الشهداء جعلوا من الناس شاهدين وصل الخبر والدراية الى الناس الى الناس بينما هو حضر الامر نعم الشهداء هم سبب ان يتحول الناس الى شاهدين يعني شهداء معركة بدر هم من حضر معركة بدر من الاحياء والاموات من الاحياء والذين قتلوا لسبب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار استخدم كلمة قتلانا إذا كان طبعا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار الشهداء الحرب العالمية الثانية ومن حضر الحرب العالمية الثانية من الأحياء والأموات ما اللي حضروا واللي ماتوا والشاهدين من يقرأ عنها ونحن شاهدي الحرب العالمية الثانية أكثر من هيك شوف الشهداء شو بيساووا الشهداء هن بيساووا الناس شاهدين كلهم إذا اكتشفوا أخذوا عينات من الأرض وحطوا العينات تحت المجهر وشافوا المستحسات وشافوا الكذا وفحصوها وكذا سميهم بصير فأصبحوا شاهدي العصر الكريتاسي والعصر الجوراسي والعصر الديفوني ولكن ليسوا شهداء هم شهداء العينات فقط هم شهداء العينات التي أخذوها نعم فتحولوا الى شاهدين للعصور الجيولوجيه نعم والتقدم المعرفي له علاقه بالجدليه بين الشاهد والشهيد الذي نقل لنا اخبار معركه بدر فصحنا نحن الان شاهدي معركه بدر ولكن نقلت لنا من رواها ونقلها كل من وصله الخبر فاصبح شاهد شاهد من الشاهدين يعني اصبح شاهد وكل من عاش الحدث شهيد من الشهداء الآن إجا إنسان قدم رأيه في مقال كشف الفساد قال له أنه في الأرن الفلانية كذا وفي الأرن الفلانية كذا هذا أدب شهادة يعني أنه أنا والله بعرف أنه هون في فساد وساكت إيه خير إن شاء الله أما أنت كتبت ونشرت يعني أدب شهادة والآخر كتم الشهادة أنت شو ساويت أدب الشهادة واعتقلت انت على قيد الحياة انت شهيد الرأي وضحيت شهيد بمعنى نعم قدمت شهادتك يا اخي شهيد اتركلي وصل تماما وصل بس اتركلي ارجوك كيف نفهم فمن شهد منكم الشهر خالي الصم واكتني شهد الله ان لا اله الا هو الملائكة واولي العلم قائما بالقسم لأن أنت بدك تشهد شهادة تشاهد ولا شهادة الشهيد هي كمان أنا أسأل عن شهد الشهر يعني الشهر لا يشهد شهادة شهيد لا ممكن شهادة شهيد وشهادة شهيد هلا شو اللون صوم الرسول العظيم قال صوم لرؤيته وأفضل لرؤيته ولكن لا يوجد رؤية وحيدة هي رؤية العين ترونهم مثليكم رأي العين معناتها العين في رأي مو رأي العين قال يا بني إني أرى في المنام كمان في المنام أرى ما هو رأيك إذن الرؤية قد لا تطابق الواقع الرؤية قد تكون مو بصرية نعم رؤية قلبية رؤية عقلية
يعني انت بتساوي حسابات فلكيه وبتقول له اني ارى ان شهر رمضان بكره الساعه 6 ترى عند ذلك، بس مو راي العين. راي العين انك تطلع تشوف الهلال. فمن شهد منكم شهاده الشهيد فليصوم، ومن شهد شهاده الشهيد فليصوم. من بلغه الخبر ومن قام بتحري هلال رمضان بنفسه، او من راى ذلك في الحساب. واضح. يعني شهاده الشهيد بينما شهد الله ان لا اله الا هو، والملائكة وأولي العلم، أولي العلم قعدوا مع الله أولي العلم واحد. نعم كيف نعم. أو شهادة شهيد بالضرورة، يعني وقت قال شهيد الله أن لا إله إلا رب العالمين لا تأخذني سبحان الله والمسألة على، يعني وقف عن المرأة يشاف حاله أنه واحد. لا طبعا أنت عم تقدم نفسك، ما عم تشهد، عم تقدم نفسك. قلت لك شاهدين على أنفسهم بالكفر. نعم. أنت وقت عم تقدم نفسك، أنت عم تقدم نفسك شهادة شاهد. نعم. وليس شهادة شهيد. نحن المسيح عيسى بن مريم شو قال؟ لقد كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. طيب يعني اكثر من هيك، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. يعني واضحه. اثنين، شو الفرق بين اسم الله الشهيد والشهيد الانسان؟ لانه اثنين، انه بيقول لك ولا يضار كاتب ولا شهيد والله على كل شيء شهيد. الشهيد الإنساني ناقص المعرفة لسبب أن يكتسب المعرفة عن طريق الحضور، سميع بصير. والله شهيد سميع بصير، ولكن الله يسمع بدون إذن ويرى بدون عين، لأنه كامل المعرفة لا يلزمه ولا يحتاج إلى حواس لكي يكتسب المعرفة. طيب ما دمنا في كامل المعرفة لا يحتاج الى حواس. نعم. فالله يرى بدون، يبصر بدون عين ويسمع بدون اذن تبارك وتعالى. اما نحن لا، لا يحتاج الى وسائل تبارك وتعالى، مطلق المعرفه. في هذا الصدد دكتور، قلت في كتابك ان الله عز وجل شاهد منذ الازل على احتمالات السلوك الانساني، شاهد على احتمالات السلوك الانساني، وشهيد على الاحتمال المحدد الذي يختاره الانسان. هذه الفكرة تلامس إشكالية القضاء والقدر. لا نرجو أن تشرحها ولو بدقائق. قلنا أن الله خلق الوجود من العدم، وقلنا أن العدم هو الدال بدون مدلول، والدال بدون مدلول لسع الأشياء ما صارت، والوجود هو كلمات الله، وكلمة الشمس بالنسبة لله هي عين الشمس. فقبل الوجود كان هناك دال بدون مدلول، أي كان الشمس كدال بدون شيء اسمه الشمس. ده سبب ان الله شاهد على كل شيء قبل خلقه، لانه كان سميع، كان خبير، عليم خبير، بينما بعد الخلق سميع بصير، لانه صار في اشياء والله على كل شيء شهيد. ولكن هناك شيء حتى يسمع وشيء حتى يرى. فالان نحن، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد، فالله بصير على وشهيد على كل حدث عم يصير مع الناس، ونراها مجازا، ولكنه شاهد على كل الاحتمالات. في اول سورة المجادلة نراها مثلا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نعم. ولكنه احتمال هذا كشاهد موجود في علم الله الكامل منذ الأزل. الان هناك احتمال كبير جدا، اقول قد يدفع الانسان حياته ثمنا لاداء شهادته. هو شهيد على قيد الحياة، ولكن يمكن أن تسألني سؤال، طيب يمكن أن للإنسان أن يدفع حياته ثمنا لأداء الشهادة، ثمنا لأداء الشهادة؟ أقول لك ممكن، إذا كان كذلك فهو سيد الشهداء. هذا الرسول قال عنه حسب الغاية والهدف سمنا لأداء شهادة شهادة نعرف نوع هاي الشهادة، لأنها تنوعت عندك كثيرا. أعطيك مثال صحفي، أي صحفي دفع حياته سمن لأداء الشهادة؟ طيب خذ، أعطيك مثال. ليش؟ تفضل. بغزوة أحد قال الرسول الأعظم سيد الشهداء، مو كلهم، حمزة بن عبد الطليب، ورجل قام إلى حاكم جائف أنا أمره ونهى فقتله. يعني الرجل اللي قام أدى شهادة قام قتل مشانه.
وضحيت قديش قديش دقيقة؟ معروف نعم. قال له فأمره ونهى فقتله. هو هاللي فز إلى حاكم جاء أمرنا، هو قتل حدا؟ هو قتل حدا؟ أدلى بشهادة، أدلى بشهادة، أمر بمعروف نهى عن منكر فكان جزاؤه القتل، جزاؤه القتل. هذا وصحفي كمان هاللي كتب مقال وقتل مشان المقال، انتبه قتل مشان المقال، هو ما قتل حدا. هذا من سادة الشهداء. اثنين، الطبيب الهولندي اللي راح على 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 اندونيسيا وقت كان في كوليرا وخلى حاله يصاب بداء الكوليرا مشان يوصف الكوليرا سريريا كطبيب، انه اللي معه كوليرا شو بيحس، نعم يدقق باعراضه باعراضه هو لانه كطبيب، وسجلها ومات. انتبه هذا ما بيروح، ما بيروح قدر، لانه هو شو دفع حياته ثمن ليش؟ ثمن للاداء بشهاده ما تنفع تنفع الناس تمكث في الارض. هلا اذا كان واحد ادلى بشهاده ولو على عقد بيع، احيانا الواحد بدي شهاده على عقد بيع بيجي مجانا بيجي العصابه بتقتله، ادلى شهاده على عقد بيع عم قتل او على جريمه قتل. نعم لا عم بقول لك عقد بيع اكثر من هيك، يعني ادى شهاده على عقد، بس شهادة على عقد فيها ناس انضروا كتير وكذا بيروح فيها. قال له ماشي، انت انت اشهدت ودفعت حياتك ثمن لأداء الشهادة، هذا ما بيروح، ما بيروح قدر اطلاقا. كل انسان يدفع حياته ثمن لأداء الشهادة فهذا ما بيروح قدر، ما له علاقة الحرب. وغالبا هل يقتلوا في سبيل أداء الشهادة بيكون لنه مؤهلين حدا اصلا. هناك قيمة عظمى يعني كبيرة لشهادة الحق. اثنين، كل السجناء اللي بيرضوا، ها بيرضوا انه يساووا تجارب على حالهم مقابل انه يعفو عنهم بالسجن. في هيك ناس بيرضوا انه اخي انا محكوم مؤبد، بيجوا بيقولوا له طيب نساوي في دواء جديد، نساوي تجارب طوعا، انتبه طوعا طوعا نعم. ايه رضي، اذا دفع حياته ثمن لاداء شهاده اعتبر يجزيهم الله بأحسن ما عملوا. هذا هو رأيك. آه. هذا رأيك. إيه إيه يجزيهم نعم. الله بأحسن ما عملوا. نعم. دكتور سنتابع. إيه إيه إيه. سنتابع. سنتابع. يعني آسف جدا لقطع الفكرة، يمكن أن نعود إليها بعد قليل. أعزائي المشاهدين نتوقف مع هذا الفاصل ونعود إلى حوارنا حول الشاهد والشهيد. مشاهدينا الأكارم نعود إلى موضوعنا الشاهد والشهيد والشهادة. دكتور، وقفنا عند الذين يقتلون من أجل الإدلاء بشهادتهم ووصلت الفكرة تماما. إذا شئت أن تستكمل هذه الفكرة بعدها أريد أن أسألك، أحيانا لا نجد الشاهدين ولا الشهداء، نجد الأشهاد ونجد ربما الشهود. إلى أي طرف تميل معاني هذه الألفاظ؟ نعم. الأشهاد نعم. والشهود. أولا بدي أقول شغلة كتير مهمة، بغزوة بعد غزوة أحد بسورية آل عمران، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك أيام داولها بنا وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء. نعم. هون الشهداء اللي بقوا على قيد الحياة، لأنه اللي شهدوا المعركة وقوا على قيد الحياة، عم يقول لهم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وانتم شهداء على هذا. هون ما عم تقعد شهداء ليتوا، بينما الرسول عاصم حكى على حمزة عبد المطلب انه سيد الشهداء. ليش شهد حمزة ابن عبد المطلب شهادة لم يشهد احد غيره؟ عندما جاء ابو جهل وضرب الرسول عاصم على رأسه فجاء وقال من فعل هذا؟ قال ابو جهل فضربه على رأسه وشهد امام الناس جميعا، قال لهم انا على دينه من رادي اطلق. هذه شهادة اللي شهدها حمزة بن عبد المطلب، الثبات على الحق، لا وعلنا علنا نعم هو وقفوا علنا قالها. هي الشهادة اللي لسبب الصحفي اللي يعتقل كتب مقال شهيد الرأي، هذا مو معتقل الرأي، شهيد الرأي. نعم، نعم. الآن الفكرة نعم إذا كان حضر
مع بعض شهود شهداء وشاهدين. الزنا بده شهداء ما بده شاهدين، كثير بعزك لاعتبار ما في شهداء. رمي المحصنات ايضا كمان فلياتوا باربعه شهداء، شهداء يعني ما له علاقه الموت اطلاقا. اجا اربع خبراء واربع حضروا، اذا كان شهداء شهداء مع شاهدين مع بعض فهم شهود. قتل اصحاب الاخدود ناردات الوقود إذ هم عليها شهود، إذ هم على يقعود وعلى ما يفعلون وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. إذن هم إنه في ناس عرفانين هالشي وفي ناس حاضرينه، إذن جمع شاهدين وشهداء شهود. أما الأشهاد فهو في اليوم الآخر فقط. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم ويوم الشهد. يقوم الأشهاد أعطيك وين في أشهاد كمان. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. منهم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم، ويوم يقوم الأشهاد. فمنات الأشهاد هم عندما يبعث الناس يوم القيامة ويقدموا للشهادة فهم أشهاد. لا لم يستعمل أشهاد إلا يوم القيامة. ألا وقت قال له وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهولا. والفجر وليالي عشر، هي الفجر الأولاني، سلام هي حتى مطلع الفجر، هو الفجر الثاني. قال لك القرآن الفجر اللي موصوف بالقرآن الكريم مشهود، كان انفجار مادي، وليلة القدر تستمر حتى يحصل الانفجار الثاني حتى مطلع الفجر. نعم. الآن بدي انتقل لموضوع كتير مهم، هو موضوع الولاء والبراء. كنت سأسألك، أنت ضمنت في كتابك موضوع الولاء والبراء في كتابك الأخير، دعنا نبدأ بكلمة الولاء، ماذا تعني؟ هي مصطلح ديني سياسي أصبح. الولاء له معنيان، يعني المعنى الأول تولى عنهم. نعم. والله ولينا، الله ولي الذين آمنوا، فمعناتها لها معنات متضاف، فلان مولى فلان يعني القادم، والله مولانا يعني سيدنا، فهو تأخذ معنيين. نعم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، يعني أعرض هون. نعم. الاستيعاب. أو الله ولي الذين آمنوا، هو يتولاهم في رعايته، فمعناتها الولاء له معنيين، إذن الاتباع أو الإعراض، متضادين تماما، متضادين. والمصحف بالمعنيين على طول جايين، يا في هذا المعنى يا في هذا. أما البراء فهو المعنى الأول هو البرء من المرض، وبرئوا الأكمه والأبرص، يعني أنه الواحد كان مريض وبرئ. شوفي بمعنى شوفي، بمعنى شوفي. يا قال يا قومي إني بريء مما تشركون، أنه أنا شفيت وأرفض، يعني كل شيء هذا لا يمسني، كل شيء له علاقة بالشرك أنا. وكان المرض معنوي وتبرأ منه، وتبرأ منه. وفي البرء المادي اللي هو المرض، المرض الحقيقي كمان هذا البرء منه، يعني اثنين له، البراء له معنى مادي ومعنى معنوي، اللي هو البرء من الشرك والبرء من وتبرأت من القوم إني بريء منكم مما تشركون، والشيطان يتبرأ من الذين اتبعوه يوم القيامة، يتبرأ منهم مما يتبعوه. قال إني أخاف الله رب العالمين، هيك بنهاية الأمر. نعم هيك الآية. نعم هكذا تقول. فهون بس الولاء والبراء يتبع ثلاث أمور، يتبع الولاء والبراء كأمة، والولاء والبراء كقوم، والولاء والبراء كشعب. هذول الثلاثة بدنا نفرق بيناتهم، لأنه أنا بنفس الوقت بينطبوا علي ثلاثة، فكل واحدة فيها بلاء وبراء خاص فيها. نحتاج إلى تعريف مختصر إذن للشعب والأمة والقوم. الأمة قلناها من السلوك، السلوك والثقافة. نحن أمة محمد. نعم صلى الله عليه وسلم. لماذا نتميز؟ بأننا نسلك مسلكه بالعالم، أنه في صلوات خمس، وفي رمضان، وفي صلاة الجنازة، صلاة العيد وشعائر وعبادات. أما لا نتميز أنه نحن نوفي بالعقود أو نوفي الكيل والميزان. نعم أخذتها. نعم. من الشعائر. أنا أخذت الإيمان، أخذت أي شعائر، توحد الأمة المحمدية، الأمة القوم، لا الأمة العرب قوم الرسول العظم،
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ولسبب ما بيقول أمي لقوم يعقول، ما بيقول أمة تعقيل، لأنه في أمم، في البهائم أمم كمان، الطير أمم والنمل أمم. نعم نعم. أما هون قالوا دائما بيقول لك إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. القوم هو ناس لهم لغة عاقل، يعني هو مجموعة من العقل. يعني إذا قلنا القوم اللسان، هل توافق على هذا؟ القوم القومية لسان، القومية لسان لسان، والأمة سلوك وثقافة، أما الشعب فهو نظام. الشعب مصطلح قرآني ليس عام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر نعم وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نعم نعم. أنا بدي أسألك سؤال، وتقلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا، طيب كيف منقيم نربطها مع قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون المؤمنين، أو نتخذ ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم؟ طيب الشعوب وشعوب وقبائل لتعارفوا، ليش الشعوب ما فيهم يهود ونصارى؟ معلش اتعنفري انا. نعم نعم، لان عندما تدخل في العقيدة دكتور، يعني هناك غيري ايضا من يتحفظ على قضية الشعوب والقبائل بمعيار معين، واليهود والنصارى بمعيار اخر، معيار اعتقادي. أنا عم هنا لك من منشأ غير اعتقادي. انا عم اقول لك نحن كأمة مولانا الله ورسوله والذين امنوا. نعم واضحة، أدري إلى أين تشير. نعم في الآيات. نعم لساب نحن كملة ملة إبراهيم، لساب ذكر اليهود والنصارى ممكن شعب ذكرون كملة، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملته. إذن يمكن التعامل معهم كشعوب، ولكن هناك اختلافات في ماشي الملل. واضحة. نعم. كثير مرموم. الشعب نظام، لأنه في بعض الناس قالوا انه هي آية تتعلق بس بالقصص محمدي، يعني بيقدر انه يا ايها الناس، جوابي انه الشعب والشعوب وتشعب الامر اذ انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب. الشعب يعني هو عبارة عن افراد، كل واحد قائم بحاله ومجتمعين في نظام واحد كالقبيلة. القبيلة هي وحدة سياسية. نعود إلى الولاء والبراء لأن الوقت يداهمنا. نعم. الأمة سلوكه، والقوم لسان، والشعب نظام. نعم. يعني أنا من أمة الرسول الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام، أنا قوميتي عربية، وأنا مواطن في الجمهورية العربية السورية. إلى أين يكون ولاؤك؟ كشعب للجمهورية العربية السورية، كقومية للعرب، كأمة للأمة المحمدية. هذه الولاءات الثلاثة لا تتناقض. أكثر من ولاء إذن. لا تتناقض. ولا تتناقض. إطلاقاً. هي هوية أصبحت تكاد تكون يعني هوية. يعني هلا أنا بقول لك واحد عربي موجود بأمريكا أخذ جنسية أمريكية ولاء للشعب الأمريكي، لأنه أنت أخذت الجنسية وأقسمت يمين. أنت مواطن في الشعب الأمريكي. نعم. أنت كأمة من أمة محمد. يعني شعائرك وصلاتك وصومك وحجك وعرسك وكذا، ولاؤك هنا، ولاؤك مو لأحد، ولاؤك لأهل القبلة. نعم. انت نعم معهم. نعم نعم. وانت بدك تعلم بيت اولادك العربي ببيتك، مين معناك؟ يعني انت قوميتك بتحبها وانت بتقول انه انا عربي بس جنسيتي امريكية. انا مواطن مؤمن مسلم، مسلم مؤمن عربي، سافرت لامريكا واخذت جنسية. فأنا إذا أقسمت يمين على الجنسية هذا عهد صار. أنا ولائي كشعب إلى الشعب الأمريكي، ولائي كأمة إلى أمة محمد، الأمة المحمدية، ولائي كقومية إلى القومية العربية، لأنه أنا عربي وأعلم أولادي عربي بالبيت. هذه الولاءات الثلاث لا يناقض بعضها بعضا، لا يناقض بعضها، لأنه أحيانا رب العالمين، أحيانا لأن هناك حروب اسمها التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض في آية. هو دفع الناس بعضهم ببعض، الناس ممكن تناقض المصالح ممكن يساوي تدافع بين الناس. بتقلي في تدافع بين دولتين عربيتين، ممكن يصير تدافع. نعم. الهيئات الدولية هي لكي لا يتحول التدافع بين الناس إلى حرب.
إلى قتال وصراع حضارات. دكتور في نهاية الحلقة بجملة واحدة أو بجملتين، ماذا يفيدنا طرح موضوع الولاء والبراء بسطر؟ يفيدنا أنه إنسان عم يقولوا له أنه ولائك السياسي للأمة المحمدية، الولاء السياسي لا يكون إلا للشعب. الأمة المحمدية ليست في شعب واحد حتى تكون إن ولائك أنت شعوب قبائل. أنا ولائي للأمة المحمدية في الصلاة، كلياتنا أهل القبلة. نعم وصلت فكرة. نعم يعني كلياتنا أهل القبلة. نعم. ما في أي خلاف بينا. ولائي في الصوم. نعم ولائي في صلاة الجنازة، ولائي في 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 في, في خصائص الرسالة المحمدية كأمة. يعني أنا ولائي كأمي كخصوصيات، والباقي معروف في ولائك للسانك العربي. أيها الإخوة المشاهدون، حلقتنا انتهت، نستودعكم الله، إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.